المباراة 90 دقيقة، وإذا في أشواط إضافية هي كمان 30 دقيقة، يعطيك العافية، أسبوع المباراة بتستمر وعداد القرار. أنا إن أجا كله أبوي في العمرة أقول لك أنا رايح أحضرها عنده. خذني معك. تعال اجري، أوعى يجي، أوعى يجي. هلا هلا بأخوي أبو برعص. هلا يا أبو راشد. يا هلا أبو راشد. هلا الله يرضى عليك أبو برعص. أخ أخوي أبو راشد، والله كلبي تقطع، والله كلبي بنفرم على مفرمة ملوخية، والله ما نمصدق إحنا الفلسطينية والأردنية ضد بعض في لعبة واحدة. وأنا كمان والله ما نمصدق، عقلي انقلب، كيف صار؟ لا تقول للمغني غني ولا للطبال طبل، إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. ردي شعراتك رد على ردة، خلي شعراتك لأبو برعس مخدة، وسلمتك بيد الله يمحمني كسية. كل عاطك لعطكم، عزا يركعنا، المباراة بلشت وانتوا بتغنوا، يلا تفضل تفضل تفضل. يا رب يا رب يفوز اخواننا الفلسطينية ولا على حسابنا. يا رب انتوا تفوزوا علينا، يا رب اخوتنا الأردنية يفوزوا، يا رب. كل عاطي قلعت مصارين تقلعت، وأولهن الكلون، إذا ما أنا حاب منتخب الأردن أشيكانا يجيبوا فينا 100-0. يا رب يا باي، مش قادر أشوف أنا. أنا كمان مش قادر أشوف. شفيع افتح الجول يا شفيع، افتح الجول لأخواننا الفلسطينية. شفيع يا زلمة وقف على أرضه. يا رب زمع من نفسك مش شايف. بركة افتح له. يا رب أنا مش قادر أشوف. هو شفيع مع مين بلعب؟ معاك أنتوا؟ مش معاك، بفكر بلعب معنا والله. هيا هجم لفريقنا. يا رب إن شاء الله لعيبنا يتعركر. إن شاء الله ينعم يضو وكمارو ينعم. يلا أنا مش قادر أشوف. مين بهاء؟ يا بيا أنا بهاء. مين بهاء؟ أنا يا زلمة مش أنا والله. بلعب مع البحرين هذا؟ لا يا زلمة معنا معكو؟ بلعب هجمل المنتخبنا، هجمل المنتخب الفلسطيني، اوعى تجيبوا جول. يا رب ما يجيبوا جول ولا تتعرض. يا رب جول. يا رب بلنتي، يا رب بلنتي، يا رب جول. يا رب يا رب يا رب جول. جابوا جول في منتخب الأردن. سمع هذا اللابتوب والتلفزيون حكهن 1200 ليرة. شو الهبلت انت؟ تفكر حالك في الدار؟